societies. There are 191 national societies to host and represent and our project. That's only 3 minutes. Thank you again. We're very grateful for your presence here with us. Thank you. I would like persons. So we were able to reach a lot of people and hope for the next. Thank you. اللي هو الصحة المجتمعية، الهدف الأساسي منه هو التوعية الصحية المباشرة للمستفيدين، هو يتمثل في إجراء حملات مثل هذه الحملة اليوم، زيارات منزلية، الاهتمام بصحة الناس، بالتأكيد نصحهم للطرق الأمثل لحياة صحية سليمة، ولهذا تنعكس بالتأكيد إيجابا على مدى الإنتاجية وعلى مدى يعني تخفيف الأعباء على مصروفات الصحية في حالة أن الشخص ما يكونش مهتم بأمور الصحية. هذا يخفف أيضا الضغط على المؤسسات الصحية العامة. Can we go further? We have a share. اليوم بمناسبة السنة الخامسة لإطلاق مشروع الصحة المجتمعية والإسعاف الأولي في الهلال الأحمر، قمنا بتنظيم حملة توعية صحية تستهدف المجتمع المحلي في منطقة مرج الحمام لنقل الخبرات والمعرفة التي المتراكمة لدى الهلال إلى أبناء المجتمع المحلي للوصول معهم إلى أسلوب حياة أكثر صحة، وبالتالي ينعكس إلى حياة إلى صحة أفضل. هنرجع نسأل من جديد، شو هي ناس؟ موز، كاس، أناناس. الفايل مستخدمه؟ لا. الفايل مستخدمه؟ لا. كذا الحمد لله المشروع جدا جدا هادف ورائع. ما كنا لامسين النتيجه كبدايه، نتيجته طويله الامد لتبين. بيشتغل على المواضيع الصحيه بشكل عام. من بدايتنا كنا اول شيء يعطونا التدريبات ويأهلونا، والشيء الثاني بعد ما نتأهل ويكونوا متأكدين من المواضيع الصحيه اللي نحن اخذناها ويدربونا قدامهم ويكونوا متابعين امورنا اول باول، بننزل على الميدان بنعمل زيارات منزليه، بنعمل نقاشات بؤريه، بننزل على المدارس بنعطي توعيه، نلمس كافة فئات المجتمع وكافة الجنسيات. مشروعنا هو بعطي توعية عن أعراض الضغط، القلب، السكر. يلا هلا أول إصابة عنا. ورجيهم. هذا جروح للبيوت وهذا جروح للبيوت. بالكم بدي اطرح معي، عم بدي احكي لكم شغلات مش موجوده.